والسلام عليكم. اوكي اكيد الحين انتم مستغربين ليش كني الحين زي الخال. المهم قررت اني اختم اللعبة مرة ثانية. ادري الحين انتم هتسبوني، بس هدوا لا تسبوني في التعليقات بليز. هنحاول نختم اللعبة بسرعة وفي هذا الفيديو بس. اوكي بس اول شيء لازم اغير هذا العالم الخال. ايش الخرب؟ ايش الوقت هذا كله؟ ايوه هذا عالم كويس حلو زي الفل. دقيقة اوكي في خشب خنزير. تعال هنا يا ابن الخن. خروف أسود. تمام ما علينا، يلا نروح نجمع الخشب. دقيقة ايش دخل متابعيني العالم؟ كسر شجرة بشجرة. بعد ما كسرت الخشب قررت اني اقتل البقرة. ايمي رحمني. العالم طبعا هرد. ليه حطيت هرد انا وجهي؟ نختم في هذا المقطع اللعبة ونختم. لا تجي تقولوا لي انه اكيد تسحبي علينا في النهاية وتجيبي عالم جديد من الصفر، بعدين هنسبك، بعدين تزعلي، بعدين تكنسل القناة، بعدين تنتح. لا، ما في الكلام هذا. يا قبائي. طيب سوينا بكاكس وأقص وصيف وبنجري بسرعة. صبرنا روح فوقي. الله روح نقتل البقرة. ايمي رحمني. ايزي. وقصب قصب 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 متابعيني. اسفه متابعيني. تعال يا ابن الثاني. تعال يا ابن ستة. اوه ورد واحمر. لحظه اخر عني. شوفوا كيف البنات تلعب ماينكرافت. تجمع لي ورد وما ادري ايه، وابدا ما تلعب بس قاعده تجمع ورد. مو قلنا لكم هذا الصوت القريب؟ قول مين قال لك عن بنات ما تعرف تلعبها؟ مين قال لك زي كذا؟ يعني هذه وجهة نظري. طيب لو انت من جد محترف خذ هذا الباكت وسوي حركات المحترفين. طيب الموضوع يعني مرة سهل مو صعب. ما ادري ليه هي كذا مصعبة، اساسا الموضوع مرة سهل. يلا 1 2 3 مرة هيكون سهل. شوفي وتعلمي. طيب شوفوا الحين هسبح شوي، يعني ما ابغى اروح كهف كهف في البداية لان هيكون مرة صعب على ادواتي ضعيفة وزي كذا، فما ابغى اروح كهف كذا على طول. هنخليها في صح انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فجأة في الثاني جو. المهم اني انا قلت لكم هختم اللعبة، بس ايش رايكم نخليها سلسلة جديدة؟ ولا تخافوا ما راح اسحب عليكم يعني ابدا. فهنروح اسبح شوية، بعدين نروح نبني بيت، بعدها نروح ندور على قرية، بعدها نستعبد القرية. واو خروف خروف خرفان. بعد ما لقيتهم قررت اني اعملهم احسن معاملة واسوي لهم مزرعة. كويس اوي. الواحد يعني محتاج صوف دجاجة.
فقري. استنى A few moments later. What the? إيش رأيك يكون هذا بيتنا؟ البيت تحت الأرض. ما عندي شيء مع صح. أوكي خلنا نسوي سرير. ما علينا خلنا نسوي الحين أكل. بعدين الحين هدور على فحم. وين الحداثيات؟ نام 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 يلا وقت الأكل. سي أبقى فحم. هروح جهة ثانية. وبعد 200 سنة من الحفر في النهاية ما لقيت فحم. يلا نطلع من هذا المكان. ماي سرير. ماي كرافتن تيبل. ماي فرني. يلا. خروف. إبراهيم ارحمني. ها ما يخرف الثاني. ايش رايكم بهذا القرار؟ اني احس اني ابقى اروح كهف. وبعد 100,000 سنة ما تطنيت على الشجر كأني قرد وامشي على رجلي واسبح. اخيرا لقيت كهف. الصراحة يعني انا سويت كهف، حفرت لتحت وسويت كهف. A few moments later. بعد ما حفرت بشوي قررت اطلع واجيب خشب. وظيفتي اصدقائي وظيفتي. انت بتصطادها تاني يا ابني؟ ما تسيبها في حالها يا ابني، فقدت 100 سنة من مشاهدة المقاطع. أخيرا لقيت فحم. أخيرا ردت فعلك أني لقيت دايموند. الصراحة طبعا هنا لقيت مكان كيف تقريبا، واكيد ما راح انزل له. يا نهار. تحرك يا ابن 66. عايزين حاجة؟ لا. السلام عليكم يا ابن يا ابن الوسط. يلا يا ابن الست. الحمد لله ضربوا 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 ضربوا. خليهم يضربوا خليهم يضربوا. قفل. وبعد ما كانت هتجيني جلطة من الموقف اللي صار قبل شوية قررت اني اكمل الحفر طبيعي ولا كأنه صار شيء، واتابع مقاطع يوتيوب من الطلبة بتوعه. وقال له يعني انت مثلا لو خيروك ما بين العقل والفلوس تختار ايه؟ بعدها عدنا طبيعتنا نحفر ونبحث على اخواني الدايموندون. بعد حفر 200,000 سنة توقعش لقيت دايموند. لا 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 ايرون. يا لهوي اخيرا. بس
الفرن والسرير اللي اوش ما عرفت عن هذا صار، قررت ارجع واجيب اقراص. يا نهار اسود، ولا عايز الايرون ولا عاوزاكم ولا السلام عليكم. سو سو شو قدرت اسوي بثلاث ايام هذه؟ اول يوم كانت بدايتي حلوه، شفت مقطع عن اساسيات يا نهاريس. ارجعي ثاني، ارجعي ارجعي، يعني في دايموند هنا انا متأكدة. خلينا نحفر هنا طيب، خلينا بعد للاحتياط عشان نصير لحمة مشوية ولا فتا كلنا. يا نهار، توي اتكلم. A few moments later. هذه المرة من جد هرجع اجيب السرير واجيب الفرن والكرافتن تيبل، وهرجع وما راح استسلم لو ايش ما اي روح قدام قدام قدام. سمعتوا الصوت اللي قبل شوي؟ طيب اذا سمعته هو صوت الاذان، فإذا عندك صلاة مو مصليها قوم صليها وارجع أكمل. أوكي أحفر من هنا. هي سويت اثنين، ابن أمهم ما يجيبوا الدايموند. لو ما جابوا الدايموند هرفع قضية على ماينكرافت انهم يعطوني مليون ريال اللي ماشي بالدايموند، وكمان البيكاكسات قاعد تكسر بسرعة البرق. A few moments later. أخيرا أخواني أو يمكن أخواتي. أخوي الصغير ما يمديني أخذهم، والله لا أخذهم. هات الدايموند يا ابن الشاورما. بس أخوي الصغير ما في إخواني الثانيين؟ ما في؟ أوكي يلا نكمل، يمكن ألاقيهم بعد. دورت ما لقيت شيء، ما لقيت اي دايموند ولا اي شيء، فاستسلمت ونخلوها في مقطع ثاني ان شاء الله. ويعني حاولت